دلائل ربوبية الله ومن ثم دلائل الإسلام هو العلم. فمن يقول اليوم أنا رجل علم، والله أنا ما بشتغل بالدين وبالأديان، أنا رجل علم، مو في ناس هيك بيقولوا؟ نعم، بالجامعة كان في ناس، نعم، بين أساتذة الجامعة طالب يسأله بيقول له هذا الكلام اللي أنت عم تحكيه أستاذ يعني بيتعارض مع ما عرفناه من العلم، القرآن بيقول كذا وكذا، بيقول له يا ابني أنا رجل علم، أنا مالي رجل دين. والله أنت لو كنت رجل علم كنت ما بتحكي هالحكي، لكن أنت لا رجل علم ولا رجل دين، اجتمعت فيك الخصتان، قلة الدين وقلة العلم. نعم، لأننا بالعلم وصلنا إلى الله، بالعلم وصلنا إلى الله، وما من إنسان ألحد أو جهل حقيقة من حقائق الربوبية إلا وكان سبب ذلك الجهل. نعم، الباري عز وجل بيقول، نعم، في محكم تبياني في أوائل سورة الإسراء، نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. به علم شو ما قال؟ ما قال دين، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. الباري عز وجل ما قال لا تقف الإلحاد، أعطاك المفتاح، مفتاح الدين شو هو؟ العلم. مفتاح الدين هو العلم دائما، حيثما وجد العلم الحقيقي الصافي عن الشوائب فاعلم أن هذا العلم لا بد أن يهديك إلى الله قولا واحدا. نعم، لذلك ربي عز وجل شو قال؟ وأولو العلم.